تجير بسيارة. الله أكبر الله أكبر. مع ساعات الفجر الأولى أقدم الثوار على تفجير سيارة مفخخة في بلدة الصبورة بريف حماء. ناشطون قالوا إن السيارة استهدفت حاجزا لميليشيا الدفاع الوطني، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. التفجير في بلدة الصبورة يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تفجير مفخختين من قبل الثوار عند حاجز بلدة الحرة، والذي أسفر عن مقتل 24 عنصرا على الأقل. وتصدى الثوار لمحاولة قوات النظام اقتحام مدينة مورك من الجهة الشمالية، معلنين مقتل 5 عناصر من قوات النظام. كما استهدفوا بالمدفعية قوات النظام في حاجز المغير بريف حماة الغربي. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن الثوار أحرزوا تقدما خلال المعارك التي تشهدها مدينة تلبيسة بريف حمص، وسط قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة. كما تمكن الثوار من إعادة السيطرة على قرية أبو السلاسل القريبة من أم شرشوح، والتي حاول نظام الأسد عدة مرات اقتحامها، معلنين مقتل 7 عناصر من قوات النظام والاستيلاء على أسلحة وذخائر. أما في درعا فقد تصدى الجيش الحر لمحاولة قوات النظام التقدم في حي المنشية بدرع البلد، وسط قصف عنيف على محيط المنطقة. اللهم سلم يا حسبنا الله. في حين استهدف طيران النظام مدن وبلدات نوى وإنخل وناحتة وبصر الحرير والحي الغربي في مدينة بصر الشام وحي البحار في درع البلد. وبينما يمنع القصف المتواصل اللاجئ السوري من العودة إلى بلده، يمر يوم اللاجئين العالمي دون تحسن في ظروف اللاجئين، لينتظروا عاما آخر أملاً بعودة عاجلة إلى وطنهم.